اهلا بكم من جديد، معاكم في الامسيه الفلكيه اونلاين 7. يعني بعد ما اعتزلنا الاسبوع اللي فات وقلنا الفتره دي ان شاء الله هنمشي كده اسبوع اسبوع، لحد ما نشوف الظروف هتمشي ازاي. زي ما انتم عارفين يعني ظروف التعايش، وبدأ الشغل يرجع تدريجيا، فظروف الوقت بصراحة بقت أقل. وكده كده إن شاء الله هيبقى لينا قريب قوي إيفنتات على الأرض الواقع. هنبدأها إن شاء الله بالحاجات الخارجية في الصحراء وكده، اللي هي بتخلي أسهل التباعد الاجتماعي، وإن إحنا نكون يعني أكثر أماناً. فمبدئيا احنا مستمرين معاكم الفترة دي، خميس وخميس يعني، او عفوا سبت وسبت. كده كده السبت الجاي ان شاء الله هيبقى تاني ايام عيد الاضحى المبارك وسنة طيبين، فدي فرصة ان احنا يعني هيبقى كده كده اجازة، ونتقابل ان شاء الله السبت اللي بعده اللي هو هيبقى 8. احنا السبت الجاي 1/8، هيبقى 8/8 وهكذا. يعني ان شاء الله هتلاقونا برضو بنحط بوست وبنفكركم. وعلى اي حال من الاحوال كده كده اللايف فيديو بيفضل كفيديو موجود على البيج، بيدخل في اي وقت يلاقيه ويقدر يشوفه ويتفرج عليه. وكمان بننزله بعد كده على اليوتيوب، عشان اللي حابب يشوفه على اليوتيوب بيبقى اسهل بالنسبه له. زي ما بدأنا معاكم، احنا الامسيه الفلكيه اونلاين هنبدأ كالعاده بمفهوم بسيط كده نتكلم فيه وندردش حواليه، عشان نتعلم مفهوم يعني جديد، او نشرح نوضح مفهوم فلكي يعني. وبعد كده بنفتح بقى المجال شوية للمناقشة، وناخد لو في أسئلة أو كده. كان من الموضوعات اللي اتطلبت مؤخرا موضوع سماء الليل، وإزاي يعني نفهم حركتها، نعرف اللي بيترصد. فقلنا ناخده الموضوع ده النهاردة، وبرتب ان شاء الله موضوع اللي هو هل الارض كرويه ولا مسطحه، والردود العلميه او الاستنتاجات العلميه لده ان شاء الله هتلاقوه جاهز قريب، يعني خلال ممكن الحلقه الجايه او اللي بعديها، بس حسب ظروف الضغط والوقت وكده، عشان نعمل يعني توضيح يكون كويس ومناسب. فخلونا كده يعني بعد المقدمة السريعة دي نبدأ إن شاء الله. يعني أشكر كل اللي بيرحب، وأشكر وكل سنة وأنتم طيبين لكل اللي بيهني. أي أسئلة خارج الموضوع هجاوبها في الآخر خالص إن شاء الله. ولو في حاجة مش واضحة احنا واحنا ماشيين، بس يعني ممكن نسأل فيها عشان يعني نتأكد منها ونتابع. سماء الليل، الحقيقة يعني السماء بالليل ساحرة ورائعة ويعني مبهرة، خصوصا لما نشوفها من بعيد عن التلوث. يعني احنا للأسف بنشوف السماء بالليل حاجة كده، يعني شوية نقط مبعثرة قليلة. يعني مثلا من جوه المدن الكبرى زي القاهرة واسكندرية وعواصم الدول عموما وكده، مع الازدحام والمدنية الحديثة اللي بتستخدم أضواء كتيرة، ففي تلوث ضوئي، وفي بقى عوادم السيارات وغبار المصانع فللأسف السماء بقت فعلا ملوثة بشكل كبير جدا. عشان كده احنا بنشوف، ما بنشوفش جمال السماء، بنشوف شوية نقط محدودة. غير أجدادنا زمان يعني كانوا بيشوفوا بقى، تخيلوا قبل اختراع الكهرباء والآلات والمدنية الحديثة بكل. على فكرة الكلام ده لحد وقت قريب قوي، يعني احنا بنتكلم لحد يعني المصباح الكهربائي ده من
تقريبا 150 سنة بس أو حاجة كده أو أقل. قبل كده كانت الـ يعني المشاعل بس بتستخدم، ودي ضوءها محدود وقليل، وما كانش بيضاء غير يعني حد هو ماشي يضيء وهو ماشي، ما فيش بقى شوارع مضاءة بالكامل ويافطات إعلانية و و و و كل كم الأضواء الرهيب اللي احنا بنستخدمه. الأضواء الرهيبة دي بتعمل مشكلتين. أول حاجة إن هي بتشتت أو بتبقى أقوى من الضوء الضعيف قوي اللي جاي لنا من النجوم من على بعد يعني تريليونات الكيلومترات، فطبعا بيوصل ضوء خافت جدا لينا، وبالتالي أي أضواء تانية بتبقى متوهجة حوالينا بتبقى أعلى منها فبتخلينا ما نلحظهاش. الحاجة التانية إن هي بتخلينا بتأثر على حدقة العين، حدقة العين بتتكيف مع كمية الضوء اللي جاي، فلما يكون الضوء قليل بتتسع ولما يكون الضوء كتير بتضيق يعني عشان تقلل كمية الضوء. زي بالظبط ما ندخل أوضة ضلمة، أول ما ندخل ما بنشوفش حاجة خالص، لو قعدنا في الضلمة شوية بنبدأ نتبين كده الأشكال والهياكل حتى لو مش شايفينها بوضوح بالألوان بس شايفين بدرجة ما، ولو حد نور نور مرة واحدة نتأذى لو احنا قاعدين في الضلمة فترة ونلاقي عينينا كشت كده لحد ما تتكيف على الوضع الجديد بتاع الضوء فنبدأ تكون هي ضربت شوية. فالميزة عشان نعمل ده وعشان نقدر يعني نشوف السماء بالشكل ده بنضطر نطلع بعيد كده في الصحراء، زي ما شايفين ده أحد كامباتنا في الصحراء، ده تحديدا في الصحراء البيضاء. راجع لها قريب إن شاء الله، تابعونا هنطلع الصحراء البيضاء قريب. تخيلوا دي صورة بالكاميرا بدون أي إيديت، يعني أنا منقي صورة مصورها بنفسي بكاميرا اس ال ار، الكاميرا الاحترافية. ده الميلكي واي أو ذراع المجرة باين أهو في السماء، وبنشوف كم النجوم ده بالعين المجردة، بنشوف ذراع المجرة بلون جراي كده سكيل، ما بنشوفش ألوان، ما بنشوفش الألوان دي إلا بالكاميرا. ومرة إن شاء الله برضه هنبقى ندخل في موضوع التصوير الفلكي وكده، فعشان نشوف السماء بالجمال وبالوضوح اللي أجدادنا شافوه بنضطر نسافر مسافات بعيدة، يعني بنمشي بال150 وال200 وال300 و400 كيلو أحيانا عشان نوصل لأماكن بعيدة عن التلوث ويعني آمنة وفيها إمكانيات أو يعني متاح فيها الكامبينج والرصد. الحقيقة اللي ما جربش حاجة زي كده لازم يجربها، حاجة لا تعوض يعني. ولا تخيلوا لو السماء بالمنظر ده وفيها نقط كتير قوي قوي، أجدادنا كانوا بيشوفوا الكلام ده كل ليلة كده، فألهمتهم وخلتهم يسرحوا فيها ويقعدوا يفكروا كده ويتخيلوا النجوم دي على أشكال، ومثلا كل كام نجمة جنب بعض. عارفين اللعبة اللي موجودة في المجلات بتاعت زمان بتاع الأطفال زي ميكي وزي فلاش والحاجات دي، اللي هو يبقى فيه نقط نقط ومرقمها ويقول لك وصل كده بين النقط لحد ما نوصل لشكل. فهم برضو كانوا يبصوا كده ويوصلوا بين النقط دي مثلا كده كده كده، دي مدية كده شكل اهو مثلا، وهكذا. زي ما نبص لأي شكل غير منتظم، على فكرة أي إنسان بيبص لشكل غير منتظم بيتخيل فيه شكل من خلال يعني المخ بيحاول يكون صورة كاملة، وطبعا بيأثر على الشكل اللي اختاره أو اللي تخيله يعني الثقافة بتاعته والبيئة اللي عايش فيها والاهتمام، حتى الاهتمامات بتاعته، هو بيهتم بإيه ولا بيحب إيه أكتر من إيه ولا كده يعني. يعني الحقيقة بيأثر أو على تخيله الثقافة. زي مثلا ما نبص للسحابة، احنا شايفين اهو صورة منظر لسحب في السماء، السحب بتدي تكوينات عشوائية غير منتظمة، أو حد شايف أي منظر محدد هنا؟ حد لما يبص كده يتخيل منظر محدد؟ قولوا لي كده لو حد كتب سريعا لو شاف حاجة، يقول لي شاف ايه؟ شاف مثلا إنسان، طائر، آلة، يعني حيوان كده. حد شايف في المشهد اللي قدامنا ده أي حاجة مميزة؟
هو ده مثال واضح وصريح على الموضوع ده، ان احنا فعلا اي شكل غير منتظم بنبدأ نتخيل فيه اشكال مختلفة نتيجة ان مخنا بيحاول يكمل الصورة الناقصة يعني. اشوف كده بس حد كتب حاجة ولا لا، وهكمل على طول عشان ما اخلوش بيكم. حد كتب اهو، محمد عبد الرسول كاتب خروف، شاف خروف. اتخيل انه شاف خروف في المنطقة دي كده مثلا، ممكن يكون ده راسه مثلا ولا حاجة وده جسمه. حد شاف طيارة؟ هل الطيارة في المنطقة دي او كده؟ ممكن بقى نتخيل اشكال مختلفة، ولا هل الطيارة دي؟ تخيلوا اي شكل غير متشافين. انا عمال اتخيل اي شكل غير منتظم، هل دي ممكن تكون طيارة زي الكرتونية اللي بتترسم كده؟ هل ده ممكن يكون طائر اسطوري كده زي طائر الرخ ولا حاجة وجناحاته كده وده جسمه؟ الوش ده فيه حاجة تفاصيل زي وش شوية، بقه كبير واسنانه مكسرة. شايفين الوضع ماشي ازاي؟ الحقيقة برضو لو كلنا قعدنا كده نتخيل، هتلاقوا كل واحد بيتخيل تخيل مختلف من خلال ثقافته المختلفة، من خلال اهتمامه، من خلال البيئة اللي عايش فيها. زي ما شفنا هبة مندور كاتبة وش دب، منة الله محمد كاتبة طيارة، محمد عبد الرسول شاف حاجة تاني، كلب فرنسي. أنا معرفش هو إيه الكلب الفرنسي ده. هشام فضل بيقول وش نمر. يوسف حسن شايف جمل ونمر وأسد وفار كمان. طيب مش هطول بس في الموضوع ده. الفكرة وصلتنا إن إحنا أي شكل غير منتظم بنشوف أشكال منتظمة، وإن الأشخاص المختلفين بيشوفوا أشكال مختلفة. كل واحد بيشوف شكل نابع من تخيله، من البيئة اللي عاش فيها، من الاهتمامات اللي هو بيهتم بيها وكده. هو ده بالظبط اللي اجدادنا عملوه لما بصوا للسماء، وطبعا بقى بالليل والليل طويل ومفيش كهرباء، مفيش حاجه تشغلهم عن السماء. يعني مفيش بقى لا تلفزيون ولا انترنت ولا فيسبوك ولا كده. في كمان مكتوب محمد حسين كاتب وش بينفخ بالون. لا انا شايف خيال جامح والله ما شاء الله. ده كده بصوا كده هنستوعب اجدادنا كانوا بيعملوا ايه. وفي محمد الشربيني بيقول طائر في اتجاه الشمال بجناح، وفي جناح ناحية النقطة الحمراء. تمام. وحد محمد نفسه بيقول انا شايف فرخة. وشايف ايد رفع صباعين. فهم اجدادنا عملوا كده بالظبط، بصوا للسماء وشافوا فيها الاشكال اللي احنا شايفينها دي. الحقيقه هم لما بصوا النجوم بس هي الموجوده، النقط اللي هي المنوره في زي تيمون ما قال بومبا كده، الدبان المنور في السجاده الزرقاء اللي فوق دي. النقط المنوره اللي هم ما فهموش هي ايه، بس شافوها نقط كده منوره في سماء سوداء، ومختلفه في اللمعان بلمعان مختلف، ومختلفه في الـ الاماكن وكده، مناطق كثافتها اعلى ومناطق كثافتها اقل. فبداوا يتخيلوا كده شويه شويه نجوم هنا جنب بعض، وصلوهم كده تخيلوا ان ده على شكل حصان، والحصان ده في السماء اذا ليه جناح. هم ما شافوش جناح ولا حاجه، بس سموه البيجاسوس او الحصان الطاير. حاجه هنا سموها البجعه او ساجنس، شكلها ايه زي ما تكون وزه طايره في السماء. نسر الطاير، النسر الطاير. هتلاحظوا ان اسمه مكتوب بالانجلش الطاير، عشان الاسم ده متاخد من العربي، بالعربي النسر الطاير. اسماء كتير جدا. شايفين السمكه دي؟ العرب كانوا يسموا السمكه حوت، مكتوب هنا ايه؟ عند بق السمكه، فاسمها فم الحوت، بق الحوت او فم الحوت. فمعظم اسماء النجوم على فكره من اسماء عربيه، انما اسماء المجموعات النجميه المنتشره حديثا هي من الحضاره الاغريقيه، يمكن عشان الاوروبيين هم اللي نقلوها وكده، فالاتحاد الدولي للفلك اعتمدها. فاجدادنا تخيلوا السماء على شكل يعني كائنات اللي هم بيشوفوها في البيئه. انسان زي الدلو اللي هو الرجل السقا اللي شايل جردل على كتفه وحاطط فيه ميه وبيسقي، او حيوان او طائر او آلة بيستخدموها زي القيثارة هي على اليمين، اللي هي الآلة زي العود كده،
شكل حرف يو فيها اوتار، ايا كان تخيلوا اشكال مختلفه والاشكال. التخيل ده ساعد في حاجه، ان هم قدروا يتخيلوا شكل ثابت للسماء، يعني بقى في زي شكل واضح، ما بقتش مجرد نقط متوزعه عشوائيا، لا بقت شكل واضح، وبالتالي نقدر نتابعه، يعني نقدر نقول هي دي ثابته ولا بتتحرك، لانها لو حاجه عشوائيه مش هقدر اقيس الحركه قوي. واستفادوا من هذا التخيل استفادتين، استفاده خلينا نقول علميه او عمليه، ان هم لاحظوا ان كل السماء بتتحرك ما عدا نجم واحد ثابت موجود في مكانه دايما، فاعتبروا النجم ده هو المرجع او الريفرنس للاتجاهات، ده اللي احنا بنسميه حديثا نجمة الشمال او نورثرن ستار او بولاريس النجم القطبي. وعرفنا بقى هو ليه ثابت في مكانه، هنقول قدام شوية دلوقتي. و واستخدموا استخدام تاني، ان هم يقيسوا المرور الوقت بحركة السماء، او يقدروا يعرفوا ان في حركة معينة للسماء بتمر خلال وقت، فبدأوا يتابعوا تغير حركة الأجرام وتغير وقتها، وإن في حاجات بتظهر في الصيف وحاجات بتظهر في الشتاء، فبدأوا يحددوا المواسم، يتوقعوا يقولوا بقى لما تظهر مجموعة كذا يبقى هيجي موسم المطر، لما تيجي مجموعة كذا نزرع، لما تيجي مجموعة كذا نحصد، وبالتالي عملوا زي كالندر كده، استخدموا السماء ككالندر. واستخدموا استخدام تاني أدبي بقى شوية، بدأوا ينسجوا الأساطير والروايات على السماء، ويعتبروا الحاجات اللي فوق في السماء دي مرتبطة إلى حد ما بالآلهة، وإن دي يعني عشان هي فوق وكده آلهة. أنا لازال الناس بتكتب حاجات تخيلوها، وشايف التخيلات مختلفة، عشان نتخيل إزاي بقى قدماء المصريين تخيلوا حاجة مختلفة عن اللي تخيلها العرب، عن اللي تخيلهم الإغريق، عن اللي تخيلهم مثلا حضارة الأزتك اللي في أمريكا الجنوبية، وهكذا. يعني التخيلات بتفرق من حضارة لحضارة، بعض الأشكال اتفق عليها كل الحضارات لأنها كانت واضحة قوي أو تشابهت في كل الحضارات، زي الصياد أو الجبار، زي العقرب، زي الأسد، الغالبية كان أسد، وفي حاجات اختلفت من حضارة لحضارة، زي مثلا الدب الأكبر. الدب الأكبر احنا حتى هنا في منطقة الشرق الأوسط ما نعرفش الدببة، وزمان ما كانش فيه تواصل زي بين الحضارات زي دلوقتي، فأكيد تخيلوا حاجة تاني. فمثلا العرب مجموعة الدب الأكبر دي سموها بنات نعش، وتخيلوها بحاجة تاني. هنبقى نحكي مرة القصص دي لما بنطلع للصحراء، الحقيقة بنحكي الحكايات دي واحنا شايفينها قدامنا، بتبقى لطيفة وظريفة خالص، يعني محدش يفوت فعلا طلعت الصحراء. طيب تعالوا نتعرف احنا بنشوف ايه في السماء، يعني ايه بقى النقط المنورة دي، وبعدين نتكلم على حركة السماء وازاي نشوفها. أول حاجة طبعا بنشوف النجوم. النجوم عبارة عن إيه؟ عبارة عن نقط مضيئة بذاتها، لأن هي شموس زي الشمس بتاعتنا، يعني هي عبارة عن شموس، يعني كرات غازية ملتهبة بيحصل فيها تفاعل نووي، اندماج نووي، كل ذرتين هيدروجين يندمجوا مع بعض ويطلعوا ينتجوا ذرة هيليوم، وينتجوا الطاقة الهائلة اللي بتجيلنا على شكل ضوء وحرارة بجميع أنواع الأطوال الموجية اللي بتوصل للأرض زي اللي من الشمس. هذه النجوم احنا لأن هي بعيدة عننا قوي فبنشوفها نقط، انما لو بصينا بتلسكوبات ضخمه ولا حاجه نبدا نشوفها واخده شكل كوره كده او قرص زي الشمس، وهي بتتواجد في تجمعات، يعني نلاقي شويه نجوم جنب بعض فنسميهم مجموعه نجميه. دي مثلا مجموعه اسمها الجبار، تخيلوه على شكل انسان، راسه هنا في الحته دي، وده كتفه اليمين وكتفه الشمال، وده الحزام اللي ربطه على وسطه ونازل منه الغمد بتاع السيف، ورجله اليمين ورجله الشمال، وهكذا. ده شكل التخيل، ده حشد نجمي، يعني تجمع نجمي عامل زي العنقود كده، عنقود نجمي او حشد نجمي، نجوم كتار قوي جنب بعضيها بيسموها الثريا. بنشوف الكواكب بالعين المجردة، تخيلوا بنشوف الكواكب بالعين، بس ما بنشوفهاش كده، دي صور للكواكب بالتلسكوبات. بنشوف كل كوكب او كواكب اللي ينفع نشوفها بالعين المجردة، بنشوفها نقطة مضيئة زي ما تكون نجمة، واللي مش متخصص او اللي معرفش المعلومة قبل كده بيبقى ما بيقدرش يميز بين الكوكب والنجمة الا لما يتشرح له من متخصص او كده. الكواكب اللي بنشوفها هم الخمس كواكب القريبة، عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، ميركوري وفينوس
ومارس وجوبيتر وساترن، انما اورانوس ونبتون او يورينوس ونبتون ما بنشوفهمش بالعين المجرده، لان بعدهم الشديد لمعانهم بيكون اقل من ان هم يتشافوا بالعين المجرده، فدول ما شفناهمش الا لما اكتشفنا او ابتكرنا التلسكوبات. بنشوف حاجات متغيره ومش في السماء اللي هي الشهب، ودي حاجه بره السماء. الشهاب عباره عن كتل صخريه صغيره احيانا لدرجه انها تبقى حصوايه يعني، موجوده في الفضاء اللي بين الكواكب، لما بتتحرك كده تحت جاذبيه الشمس بتلف في مدارات حول الشمس، لما تقرب قوي من كوكب زي الارض ضخم جدا بالنسبه لها فجاذبيته كبيره فيشدها تقع عليه بسرعه كبيره جدا بعجله السقوط الحر اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه، فتسقط بسرعه هائله بتوصل من 20 ل 30000 كيلو متر في الساعه لما تدخل الغلاف الجوي او بالاصح الطبقه الكثيفه من الغلاف الجوي بالسرعه الكبيره دي. الاحتكاك مع الغلاف الجوي يحرقها فنشوف خط من النار زي ما احنا شايفين. وبالمناسبه في قريب جدا يوم 11 و12 و13 اغسطس الجاي في زخه شهب كبيره اللي هي البرشويات، دي من الزخات المميزه جدا سنويا. القمر هيبقى صغير شويه ففرصه لرصدها ان شاء الله. تابعونا قريب جدا هنعلن عن رحلات لرصد البرشويات. وانا بتكلم على الشهب عشان السؤال ده برضو في وسط الكلام دكتوره جيلان اسامه بتسال ايه الفرق بين الشهاب والنيزك. هو الاثنين هما جزء من كواكب او مذنب، يعني حصوايه صغيره او كتله صخريه او معدنيه يعني ايا كان خامتها، لما بتدخل الغلاف الجوي لو هي صغيره قوي بتتحرق بالكامل ونشوف بس خط من الضوء ولا يبقى لها اثر تتبخر، ده بنسميه شهاب، خط الضوء ده بنسميه شهاب او ميتيور بالانجلش. لو هي كانت اضخم شويه او كانت ليها نواه معدنيه من سبيكه زي الحديد والنيكل وكده، ده معظمه هو اللي بيجي من بره، وقاومه الاحتراق يحترق مثلا السطح الخارجي بس ويتبقى كتله ما تتحرقش وتوصل على الارض وتقع ونلاقيها، هي دي اللي بنسميها نيزك او ميتيورويد. يبقى الشهاب مجرد الضوء الناتج عن الاحتراق، والميتيورويد او النيزك هو الكتله اللي بتوصل للارض من الفضاء وبنلاقيها، وفي ناس بيطلعوا يعني يدوروا عليها في الصحاري وبتتباع وكده، نشاط لطيف يعني. في حاجات تانية بقى بعيده في اعماق الكون وممكن يبقى صعب نشوفها شويه او نادر ان احنا نشوفها بعينينا، حاجات محدده منها اللي تتشاف بالعين زي المجرات، منها اقرب مجره كبيره او كبرى لينا في الكون وهي مجره اندروميدا. مجره اندروميدا مجره كبيره تقريبا ضعف حجم مجرتنا وبتبعد عننا حوالي 2.5 مليون سنه ضوئيه، السنه الضوئيه الواحده 9.5 حوالي 9.5 تريليون كيلومتر. ورغم كده تجمع ضوئها كله بنشوفه زي نقطه خافته في الفضاء، يعني بالعين المجرده يعني تكاد لا تبين، يعني كانه نجمه باهته جدا من الصحراء. بالتلسكوبات نبدا نشوف منظر زي اللي احنا شايفينه كده اللي هو عباره عن مليارات النجوم تجمع اضواءها مع بعض بيدينا الشكل ده. وكمان في بين النجوم جوه المجرات زي جوه مجرتنا في الفضاء اللي بين النجوم بيبقى في سحابات من الغاز الهيدروجين بنسميها السدم جمع سديم، ودي برضو يمكن سديم الجبار يكاد يكون بيبان بالعين المجردة، انما غير كده معظم السدم او كل السدم بتبان بالتلسكوبات بس، وطبعا بتبان كلها بالتلسكوبات في الجري سكيل، يعني لما نبص بعينينا كده ما نشوفش الوان، التصوير لزمن طويل لتعريض كتير نفتح الشتر بتاع الكاميرا ويفضل فترة طويلة عمال يستقبل ضوء يبدأ يبان الوان زي كده، وده ناتج من العناصر الموجودة بتطلع اطوال موجية مختلفة. كل اللي بنشوفه في السماء ده بيبقى كما لو كان قبة سماوية فوقينا، عشان نبسط التعامل مع الموضوع، القبة السماوية او البلانيتيريا ان احنا نتيجة ان الكرة الارضية النجوم بتحيط بينا من كل اتجاه، واحنا على ظهر الكرة الارضية بيبقى جسم الكرة الارضية تحتينا كده
لان الارض كبيره بالنسبه لنا، فبنشوف امتداد ليها لما لا نهايه، كان في افق حوالينا، كان الارض كده احنا واقفين على سطح وليه نهايه دائريه حوالينا كده، بنسمي النهايه الدائريه دي اللي هي انتهاء سطح الارض على مرمى البصر، بتيجي طبعا التكور، فاحنا والخط النظر مستقيم، فنشوف كان ليه نهايه كده على مرمى البصر، وكان السماء بتقابل الارض لان هي محيطه بينا من كل اتجاه، فكانها بتقابل الارض على مرمى البصر، بنسمي ده الافق او الهورايزون، اللي هو الخط الحدود بتاعت مجال نهايه ابصارنا. وكما لو كان في قبة فوقينا النجوم متوزعة عليها مرسومة عليها كده، وبالتالي نقدر نحدد اتجاهاتنا فيها، أو نقدر نعرف النجم ده فين ورايح فين وثابت ولا مش ثابت. و نتيجة دوران الأرض حول نفسها، الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها بتلف حوالين نفسها، ودي الحركة الرئيسية الأولى. النجوم ثابتة في الكون بالنسبة لنا، وهي في الحقيقة طبعا النجوم مش ثابته تماما، يعني هي مش واقفه، ولكن كل النجوم اللي احنا بنشوفها بالعين المجرده هي نجوم داخل المجره بتاعتنا، وكلها بتدور حول مركز المجره بتاعتنا، زي الشمس ما بتدور حوالين مركز المجره، بس طبعا لان المجره كبيره الشمس بتلف لفه حوالين مركز المجره كل حوالي 250 مليون سنه، فيعني حاجه احنا ما نشعرش بيها. النجوم الاقرب للمركز ممكن يبقى سرعتها اسرع من النجوم الابعد شويه عن المركز، وبالتالي في فرق حركه نسبيه بين النجوم، لكن للمسافات الشاسعه هذه الحركه لا تظهر الا على بعد، على فتره زمنيه طويله، تظهر كده على بعد، على فترات لعشرات الالاف او مئات الالاف من السنين، اللي هي في حدود عمر البشر او عمر البشريه الحديثه اللي تناقلنا الخبرات وكده، مش هيلحظ او مش هنلحظ فرق قوي الا في حاجات محدده عارفينها هنبقى نقول عليها ان شاء الله ادفانسد شويه في المحاضرات الجايه. فالنجوم بالنسبه لنا ثابته تقريبا على مستوى اعمارنا او على مستوى يمكن عمر العلم البشري يعني. بس نتيجه دوران الارض حوالين نفسها بنشوف حركه يوميه للنجوم، بالظبط زي حركه السماء نهارا، الحركه الظاهريه الشمس عفوا نهارا، الحركه الظاهريه للشمس نهارا اللي هي تطلع من الشرق وتلف بميل للجنوب لحد ما تغرب في الغرب، هي حركه ناتجه عن دوران الارض حوالين نفسها. تخيلوا الارض لو كده وضوء الشمس جاي لها من هنا، بيبقى النصف اللي ناحيه الشمس مضيء والنصف الثاني مظلم، والنجوم موجوده باستمرار، ما بنشوفش النجوم واحنا بالنهار عشان وهج ضوء الشمس بيبقى مغطي عليها وانتشار ضوء الشمس في الغلاف الجوي وكده، لكن نشوفها بالليل. فتخيلوا لو حد واقف في مكان ما بالليل على الكره الارضيه، طبعا الانسان بالنسبه للكره الارضيه حجمه صغير جدا مش باين، فحجم الكره الارضيه بالنسبه لنا هتبقى كده، يعني السطح بتاع الكره الارضيه هو حاجه ضخمه قوي بالنسبه لنا، وهو ده اللي بنسميه الافق. وطبعا احنا بنشوف النجوم بس اللي فوق الافق، يعني احنا لو في هذه اللحظه من الليل عند هذه النقطه اللي هي اوائل الليل، طبعا لو احنا دي الكره الارضيه، بيكون يعني ده منتصف النهار، لو انا عند النقطه الحمراء دي منتصف النهار، اجي هنا وقت الغروب الارض بتلف كده زي اتجاه السهم، اجي هنا يبقى منتصف الليل، اجي هنا يبقى وقت الشروق، وهكذا منتصف النهار وقت الغروب، منتصف الليل وقت الشروق. فلو احنا هنا بعد الغروب بشويه في اول الليل هنشوف النجوم دي اللي هي فوق الافق، اللي هنا دول جسم الارض مخبيهم عننا، ده لو بالنسبه والتناسب لو حجم الانسان كده فحجم الارض بالنسبه له هتبقى الحاجه الضخمه دي، فاحنا جسم الارض مخبيهم عننا، وبعدين بعد ساعه ولا ساعتين ولا حاجه الارض هتلف فيصبح وضعنا بالشكل ده. ايه اللي حصل هنا؟ الافق لف شويه بالنسبه لنا، فكان في نجوم هنا باينه نزلت تحت الافق ما بقتش باينه، وكان في نجوم هنا مش باينه. لو نرجع تاني شايفين النجوم اللي هنا انا مش شايفها كده بقيت شايفها، ونرجع النجوم اللي هنا انا شايفها كده ما بقتش شايفها، وعلى اخر الليل يحصل حركه تاني فتختفي نجوم، فنشوف احنا عمالين نتحرك كده نشوف النجوم كما لو كانت بتتحرك في الاتجاه العكسي على مدى الليل، زي بالظبط لما نبقى موجودين في راكبين عربيه ولا اتوبيس ولا حاجه ماشيين على الطريق، ونبص جنبينا نلاقي اعمده الاناره والشجر عمال يرجع لورا، هو بيرجع لورا؟ لا طبعا، هو ثابت في مكانه ما بيتحركش، ولكن اللي بيرجع لورا حركه ظاهريه نتيجه حركتنا احنا للامام.
فبالظبط حركة السماء ليلا كلها بتتحرك من الشرق للغرب زي حركة الشمس نهارا، اللي هي أصلا حركة الشمس نهارا دي هي حركة ظاهرية ناتجة عن دوران الأرض حول نفسها، وهنلاقي السماء بنفس وضعها كأنها على بعضها كده كتلة واحدة عمالة تتحرك، سواء بقى نجم بعيد أو قريب، وده يدل أكتر على إن دي حركة للأرض، يعني إن كل النجوم بأبعادها المختلفة تمشي بسرعات مختلفة بحيث تنتظم زاويتها لينا على نفس الزاوية، ده أمر طبعا يعني منها حاجات على بعد شديد تكاد تكون هتمشي بسرعة أكتر من الضوء عشان تقدر تلاحق إنها تلف لفة كاملة حوالين الأرض في اليوم. فانتظام الحركة ده يؤكد أكتر إن حركة الأرض، اللي طبعا استدلينا عليها بحاجات أكتر من كده دلوقتي. فنشوف النجوم كلها بتتحرك من الشرق الى الغرب، من الشرق الى الغرب بالشكل ده. لو احنا دلوقتي موجودين على الكره الارضيه وما بنبقاش طبعا كبار للارض كده، فاحنا اللي بنلمحه من الارض هي القطعه اللي تحتينا اللي هي الافق بالنسبه لنا، زي ما شرحنا في السلايد اللي قبل اللي فات. لو احنا واقفين هنا الارض نهايه انتهاء سطح الارض حوالينا بنسميه الافق، وهو التقاء السماء بالارض. نلاقي ايه بقى؟ نلاقي النجوم عمالة تشرق كده من الشرق وتطلع لأعلى نقطة وتنزل تغرب في الغرب، وطبعا بعدين تحت الأفق أنا ما بشوفهاش لحد ما تطلع تاني يوم وتنزل وهكذا. كل النجوم عمالة تلف كده كما لو كانت بتلف حوالينا، بس هو الحقيقة إن هما حوالينا في كل اتجاه وإحنا اللي بنلف حوالين نفسنا، فبنشوف هذه الحركة المنتظمة. كل ده ما عدا نجم واحد موجود في النقطة دي بالظبط اللي أنا حاطط عليها الليزر بوينتر، اللي هي نقطة امتداد محور دوران الأرض حول نفسها. يعني لو الكرة الأرضية دي هي بتلف حوالين محور بيمر بالخط الواصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، لو مديت الخط ده شمالا لما لا نهاية هيقابل نجم اللي هو سميناه النجم القطبي، وهذا هو سبب ثباته أو عدم دورانه في السماء، لأنه فوق محور دوران الأرض حوالين نفسه. تخيلوا كل واحد كده ممكن يجرب تجربة إنه يقف كده ويلف حوالين نفسه، هيلف في اتجاه هيلاقي الاساس بتاع البيت كانه بيتحرك في الاتجاه العكسي، يعني وهو شايفه بعينه كده. لو بص للنقطه اللي فوق راسه في السقف وقعد يلف هيلاقيها ثابته في مكانها باستمرار. بالظبط هو ده الفكره، ان النقطه دي اللي فوق راسنا طبعا لو وقفنا عند القطب الشمالي هنلاقيها فوق راسنا بالظبط، بس كل ما ننزل على خط عرض مختلف نلاقيها هي بتنزل. يعني لو واحد واقف عند القطب يلاقي النجم ده فوق راسه بالظبط، عند خط عرض 80 يلاقيها هنا، عند خط عرض 70 يلاقيها هنا، 60 40 30 20 10 0 عند خط الاستواء يلاقيها هنا. واخدين بالنا؟ ولذلك ارتفاع النجم القطبي عن الافق كمان بيمثل، خلي دي نشرحها في وقت تاني، بيمثل خط عرض المكان، بس خلي دي نبقى نشرحها حاجه ادفانسد شويه. الفكره ان احنا بنشوف النجم القطبي ثابت في مكانه تماما دائما وابدا، ما بيتحركش من مكانه، وكل النجوم بتعمل بالنسبه له دوائر. النجوم القريبه منه بتعمل دوائر صغيره فبتفضل باينه فوق الافق باستمرار ما بتختفيش، وبنسميها النجوم ابديه الظهور. وكل ما نطلع لخط عرض فوق فالنجم الافق يبقى القطب يبقى عالي شويه زي اوروبا وكده، نلاقي عدد النجوم ابديه الظهور كتير قوي، وكل ما ننزل لتحت يقل. وفي نجوم بعيدة شوية فبتعمل دوائر كبيرة، فالدوائر دي جزء منها فوق الأفق نشوفها وجزء تحت الأفق فما نشوفهاش. وفي نجوم ناحية القطب الجنوبي فاحنا في النصف الشمالي ما نشوفهاش، وأهل النصف الجنوبي اللي يشوفوها، وهم برضو بتوع النصف الجنوبي ما يشوفوش النجوم القريبة من القطب الشمالي. وبالمناسبة ده أحد دلائل كروية الأرض، لو الأرض مسطحة كنا شفنا كل النجوم، الناس كلها اللي على ظهر الأرض تشوف نفس النجوم، إنما لكروية الأرض فالناس اللي في النصف الجنوبي ما يشوفوش النجوم البعيدة قوي شمالا، والناس اللي في النصف الشمالي ما يشوفوش النجوم البعيدة قوي جنوبا، والنجوم اللي عند القرب الاستوائي السماوي بتتشاف من نصفي الكرة الأرضية. يعني مش هدخل في التفصيلة دي عشان ما لخبطكوش، عايز بس أقول حاجة تاني، إن الحركة بتاعة دوران الأرض حوالين نفسها اللي بتورينا حركة الأجرام السماوية على مدى الليلة الواحدة مش هي الحركة الوحيدة، الأرض ليها حركة تانية بتؤثر على منظور رؤية الأجرام بالنسبة لنا، رؤية النجوم بالنسبة لنا. عفوا. الحركة التانية دي هي دوران الأرض حول الشمس.
طيب ده يفرق في ايه؟ يعني الارض وهي بتلف حول نفسها زي ما احنا شايفين كده، الارض عماله تلف حول نفسها حوالين المحور ده اللي هو الخط الواصل بين القطب الشمالي والجنوبي، عماله تلف حول نفسها، بتعمل لفه في اليوم كل 24 ساعه. عشان كده بنشوف على مدى الليله الواحده حركه كامله للنجوم، ونيجي تاني يوم نلاقي نفس النجوم بفرق طفيف جدا مش هنلاحظه في يوم ليوم، بتتحرك نفس الحركه وبعديها بيوم وكده. خلال هذه الحركه الارض عماله تلف حوالين الشمس كده. طب ده يعمل ايه؟ يعمل حاجه لطيفه جدا. تخيلوا الارض وهي هنا، احنا ما نشوفش النجوم اللي ناحيه الشمس اللي الناحيه دي مش كده، ونشوف النجوم اللي في النواحي الثانيه، نشوف ايه الثلاث جوانب الثانيه من السماء، يعني ما نشوفش ربع السماء تقريبا، نشوف الثلاث ارباع. وبعدين نتحرك شويه كده نلف، بعد 6 شهور نبقى هنا، اللي كنا شايفينه من 6 شهور ما نشوفوش خالص، واللي ما كناش شايفينه من 6 شهور نشوفه بالكامل. بس احنا ما بنتحركش من هنا لهنا مباشرة، بنتحرك بالتدريج، يعني من شهر لشهر 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 لشهر، وبالتالي كل ما نتحرك شوية نلاقي فيه شوية كانوا مختفين عننا بيظهروا، نجوم كانت هنا بتظهر ونجوم كانت هنا بتختفي واحنا ماشيين كده. تعالوا نبص عليها من على الارض. تخيلوا لو احنا هناخد نفس اللحظة من الأرض، يعني الأول في الشرح اللي قبل كده عملنا إيه؟ خدنا الأرض في نفس المكان بالنسبة للشمس، وبصينا عند 3 أوقات مختلفة من الليل، أول الليل ومنتصف الليل وآخر الليل، وشفنا إزاي حركة السماء. هنا هنثبت وقت واحد اللي هو منتصف الليل، إحنا ده قلنا ده منتصف النهار اللي هو منتصف الجزء المواجه للشمس، وده منتصف الليل. لو ثبتت منتصف الليل وانا في شهر معين، فانا مكاني بالنسبه للشمس كده، فشايف النجوم دي، اجي بعد شهر ولا شهرين هكون الارض مشت شويه جات هنا. فاحنا شايفين الوضع تغير ازاي، بقى الافق مايل كده، ففي نجوم هنا ما كنتش شايفها ظهرت، وفي نجوم هنا كنت شايفها اختفت، واجي بعد كمان شهر ابقى كده برضو عند نفس النقطة منتصف الليل. يعني أنا لو قارنت النجوم اللي أنا شايفها دلوقتي مثلا الساعة 9 بالليل في السماء، أجي بعد شهر 9 بالليل ألاقي حصل فيه حركة للسماء، حصل شيفت، النجوم اللي في الشرق راحت للغرب، واللي كانت في الغرب اختفت وطلعت نجوم تانية في الشرق. شيفت زي اللي بيحصل في نفس الليلة نتيجة إن دوران الأرض حوالين نفسها في نفس اتجاه دورانها حوالين الشمس، بنشوف تقدم للنجوم من يوم ليوم، بيفرق من يوم ليوم 4 دقايق بس، عشان كده يبقى فرق بسيط جدا. بس مثلا على مدى 15 يوم يفرق ساعة، فالفرق يبدأ يبقى ملحوظ، على مدى شهر يفرق ساعتين، فبيبقى فرق ملحوظ أكتر. يعني النجوم اللي أنا أشوفها النهاردة الساعة 12 بالليل بنفس الوضع ده، بعد شهر أشوفها الساعة 10 بالليل، كمان شهر أشوفها الساعة 8 بالليل، كمان شهر أشوفها الساعة 6 بالليل، وهكذا. تخيلوا هو ده الحركة. فأنا عندي حركتين للسماء باينين قوي، حركة على مدى الليلة الواحدة، دي نتيجة دوران الأرض حوالين نفسها، ونرى فيها كل شيء بيتحرك من الشرق إلى الغرب خلال اليوم زي ما الشمس تتحرك نهارا. وحركة على مدى السنة اللي هي دوران الأرض حوالين الشمس، ولأن النجوم بعيدة عننا فهي ثابتة بالنسبة لنا تقريبا، وبالتالي بشوف النجوم كما لو كانت تتقدم برضو من الشرق إلى الغرب. عشان كده في نجوم بتظهر جديدة ونجوم تختفي. النجوم اللي بتظهر جديدة دي هي اللي بنسميها الطوالع، ودي اللي أجدادنا كانوا بيقيسوا بيها، لأن الدورة حول الشمس دي دورة مستمرة، وهي اللي بيحصل عليها تغير الفصول. يعني احنا الفصول الأربعة بتحصل خلال دورة كاملة حوالين الشمس، وبالتالي النجوم اللي بنعدي عليها في دورة كاملة هي اللي بنرجع نكررها، فبتتكرر في نفس الأوقات، فاستخدموها أجدادنا زي ما يكون ساعة كده، زي ما يكون ميقات. وهنقول ده بتفصيل اكتر في لما نيجي نتكلم عن التقاويم، وبقوا يعرفوا لما يظهر مجموعه كذا هنشوف ايه وكده، واستخدموها للدلاله على تغير الوقت والزمان وكده. يعني ده كده باختصار موضوع اللي كنت عايز افتحه معاكم النهارده، عشان ما اطولش هقول لكم على حاجة أخيرة اللي هي إزاي نحدد نتعرف على النجم القطبي واتجاه الشمال، قبل ما أبدأ أشوف أسئلتكم ونجاوب عليها عشان ما نطولش عليكم، إحنا برضو طولنا شوية كده عشان ندي وقت كافي للأسئلة. للأسف النجم القطبي مش من النجوم اللامعة في السماء، هو نجم متوسط اللمعان، يكاد يكون يعني لمعانه قليل شوية.
فعشان نستدل عليه او نتعرف عليه بنتعرف عليه باحدى مجموعتين بيشيروا اليه اللي موجوده دلوقتي في السماء ونقدر نبص عليها بعد الغرب مباشره بنفس الوضع ده. هي مجموعه الدب الاكبر اللي هي بنسميها فيها سبع نجوم لامعه بنسميها المغرفه اللي احنا شايفينهم دول. ادي 1 2 3 4 5 6 7 سميهم بالعربي المغرفة، عاملين زي الكبشة اهي. دي الكبشة اهي ودي اليد بتاعتها، شايفين دي اليد اهي ودي الكبشة كده. واضحة جدا في السماء بعد الغروب مباشرة في الفترة الحالية اللي هي في وقت الصيف يعني. لو لقينا المجموعة دي بناخد خط من النجمة دي للنجمة دي ونمده على استقامته تقريبا 5 امثاله بنوصل لنجمة هي مش لامعة قوي لكن ألمع من معظم النجوم اللي حواليها، فبيبقى سهل نستدل عليها. النجم ده هو بولاريس او الدب الاصغر او النجم القطبي، موجود في مجموعة صغيرة كده شبه المغرفة بس صغيرة بنسميها الدب الاصغر. والحقيقة ان النجوم دي بتاعة المجموعة دي كلها ما تبانش من جوه المدينة، دول بس اللي يبانوا من جوه المدينة، انما دول ما يبانوش الا من الصحراء بعيدا عن التلوث. اول ما اوصل للنجم بولاريس انسى بقى المغرفة، هي المغرفة دليل بس، وابص لبولاريس. لو وجهت وشي ناحية بولاريس يبقى هو ده اتجاه الشمال بالظبط بدقة عالية جدا. طيب ازاي المغرفة ما بتتحركش مش هي بتتحرك؟ ما هي بتعمل دواير حواليه، فهي دايما بتشاور، تيجي كده تشاور كده، تيجي كده تشاور كده، تيجي كده تشاور كده، فهي دايما بتشاور عليه لان هو مركز دوران النجوم السماوية كلها، فكلهم بالنسبة له بيشاوروا عليه. طب هي المغرفة دي نقدر نشوفها طول السنة؟ لا مش طول السنة، وبالتالي بنستدل في الأوقات اللي المغرفة مش موجودة فيها زي ما قلنا إن نتيجة دوراننا حول الشمس في نجوم بتظهر وبتختفي، خصوصا عند خطوط عرض الدنيا زي إحنا عند خط عرض 30 يعني ممكن فوق عند خط عرض 40 ولا 50 تتشاف طول السنة. فبنستدل بمجموعة تانية اسمها كاسيوبيا أو ذات الكرسي بالعربي، 5 نجوم عاملين مثلثين جنب بعض كده زي ما إحنا شايفينهم. ممكن لو طلعنا دلوقتي هنشوف تقريبا المشهد ده بالظبط في السماء، نحاول ندور عليهم. للاسف من جوه المدينه النجم الخامس ده بيبقى صعب انه يبان، يعني دول لامعين. هو رسم الرسمه النجم اللي يترسم كبير يبقى لمعانه عالي، والنجم اللي يترسم صغير يبقى لمعانه اقل. فال5 نجوم دول عاملين مثلثين. المثلث الاصغر اللي هو المبطط شويه ده المنفرج الزاويه، لو خدت خط من النجمه دي ينصف المسافة بين النجمتين دول، يعني فين النص بين دول؟ النص اهو، هروح موصل دي كده ومدها على استقامتها كده اوصل للنجم القطبي. يمكن دي اصعب شوية من المغرفة، بس لو المغرفة مش موجودة ما يبقاش عندنا وسيلة غيرها. وفي طريقة تانية لو موضوع المنصف للمسافة او للزاوية بين دول مش سهل شوية، نقدر نعمل حركة تانية ان احنا نوصل الخط بين اول نجمة واخر نجمة ونيجي من هنا نعمل عمودي عليه، زاوية قايمة عليه كده، بنوصل للنجم القطبي. الأسهل ليه اللي شايف واحدة منهم أسهل يستخدمها، أي ليلة من ليالي السنة لأي ساعة من ساعات الليل لازم هنلاقي واحدة من دول، يعني دي تطلع دي تنزل، دي تنزل دي تطلع. أحيانا نشوفهم هما الاتنين كده يمين وشمال، ولما دي تطلع فوق تبقى دي نزلت تحت وهكذا. عادة في الربيع بنلاقي المغرفة موجودة طول الليل، وفي الصيف موجودة أول الليل وكاسيوبيا آخر الليل، وفي الشتاء في الخريف كاسيوبيا موجوده طول الليل، وفي الشتاء كاسيوبيا موجوده اول الليل والمغرفه اخر الليل وهكذا. فدايما بنلاقي واحده منهم نحدد بيها اتجاه الشمال، وهم دول ما لهمش دعوه باتجاه الشمال المجموعتين دول، بس استدل منهم على النجم القطبي بولاريس ابص له يبقى هو ده اتجاه الشمال. ده كده يعني اللي حابين نتكلم فيه. ارجع كده اخد اسئلتكم عشان ما نطولش عليكم، خلينا نبص على الاسئلة كده الحاجات اللي اتكتبت. واكتبوا بقى لو حد حابب يسأل في اي حاجة ما اتكتبتش ياريت يسأل معانا، هحاول اجيبهم كده من فوق. طيب دي ردينا على الحاجات دي، قلنا شكرا لكل اللي شكرنا، وقلنا على حد سأل على الشهب، حسام احمد سأل على الشهب، انا اعتقد جاوبت السؤال ده لو ما كانش واضح اتمنى تقوله. والدكتورة جيران قلنا على الفرق بين الشهاب والنيزك.
حسام احمد شوقي بيقول يعني ايه برشويات وازاي ليها مواعيد محدده، مش الحاجات دي عشوائيه. الحقيقه طبعا هو في نجوم عشوائيه يوميا، شهب عفوا عشوائيه يوميا، يعني كل ليله من ليالي السنه لو انا طلعت في الصحراء كده وقعدت باصص للسماء باستمرار هشوف يعني يمكن بتاع 5 شهب في الساعه تقريبا بالمعدل ده. ده معدل تقريبي انا من خلال خبرتي الشخصيه في طلوعي للصحراء يعني. ولكن في ايام معينه في السنه بيبقى في كثافه عاليه للشهب، نشوف عدد شهب كتير قوي في الساعه، ممكن نشوف 20 شهاب في الساعه، 30 شهاب في الساعه، 60 شهاب في الساعه، 100 شهاب في الساعه، 120 بيبقى فيه. دي بنسميها الزخات الشهابيه او الميتيور شاور، ان هو يبقى فيه كثافه عاليه للشهب في الساعه. طيب ليه بقى ليه بيبقى فيه ايام زي كده فيها كثافه عاليه وليه ليها مواعيد محدده؟ لان دي ناتجه عن، وان شاء الله هنعمل مره محاضره كامله عن زوار السماء، الشهب والنيازك والمذنبات اللي بيجوا يزورونا كل فتره كده ويمشوا زي نيو وايز اللي كان موجود اليومين اللي فاتوا او لسه يعني بدا يضعف خالص. عباره عن ايه؟ تخيلوا مذنب زي نيو وايز ده لما يجي يبقى بيلف، بيجي من اخر المجموعه الشمسيه يقرب من الشمس ويرجع، يتطاير جزيئات منه على مداره، يعني تتنطور وراه كده، عارفين زي ما يكون ايه ماشي بيشر حاجه، شايل رمله وماشي يشر على الطريق، زي العربيات النقل اللي قرفانه على الطريق الدائري وتمشي ورا عربيات تلاقيها عماله تنطور عليك رمله. بالظبط هو ده اللي حاصل، ان المذنب ده ماشي بينطور رمله على مداره والارض بتتقاطع مع مداره ده، هي بتلف حول الشمس فبتتقاطع مع المدار ده مره كل سنه. فكل سنة نرجع لنفس المنطقة اللي متنطور فيها شوية حصى كتير، نخترق الحصى ده فيدخل في الغلاف الجوي فيعمل الزخة الشهابية أو الميتيور شاور. بعضها طبعا من مذنبات وبعضها بقايا كويكبات مفتتة أو كده، فده سبب إن يبقى فيه حاجة ما يسمى بالزخات الشهابية أو الميتيور شاور، وإن ليها مواعيد ثابتة. ده الإجابة بتاع السؤال بتاع حسام. ماجد فتيان بيقول هو نيو هورايزون نيو وايز عفوا ده شهاب، وهل ممكن نشوفه ازاي؟ لا، هو نيو وايز ده مذنب مش شهاب. طب ايه المذنب؟ المذنب ده احد مكونات المجموعه الشمسيه. المجموعه الشمسيه زي ما فيها كواكب وليها اقمار وفي كواكب قزمه، في حاجات اصغر من كده، الكويكبات اللي هي كتل صخريه صغيره، والمذنبات اللي هي كتل جليديه. الكتل الجليدية دي موجودة في بتدور في مدارات شديدة البيضاوية، يعني تروح لآخر المجموعة الشمسية بعد كوكب نبتون وترجع تقرب من الشمس لحد ما يقارب كده مدار الأرض أو أقل المدار وترجع تاني، مدارات شديدة البيضاوية. فهي هناك بتبقى عبارة عن كتل جليدية، درجة الحرارة بتوصل ل 170 تحت الصفر عند النقط اللي هي جاية منها، فبتبقى كتلة جليدية. لما تبدأ تقرب من الشمس حرارتها ترتفع فتبدأ الجليد يتطاير كده مع السخونة، يتبخر ويتطاير، بدل ما كانت واخدة شكل كروي يبدأ يتطاير وراها ويعمل زي الديل، عشان كده سميناها مذنبات أو كوميت. وبيبقى ليها ديلين، ديل اللي هو الدست المتطاير وديل اللي هو الأيون، في أيون تيل ودست تيل. فعشان ليها ديل سميناها مذنب. احيانا بتقرب قوي من الارض لدرجه انها لمعانها يكفي، لمعانها ده طبعا ناتج من انعكاس ضوء الشمس عليها، هي معتمه ان لمعانها يكفي لان احنا نشوفها بالعين المجرده زي مذنب هالي مثلا. واحيانا بتبقى يعني حجمها اصغر وبعدها اكتر من ان هي تشاف بالعين المجرده، ولكن ينفع تتشاف بالتلسكوبات وبالمناظير نظاره الميدان مثلا، او تتصور بالكاميرات لان الكاميرات بتجمع ضوء اكتر من العين. زي نيو وايز هو حاليا يعني فتره قليله لما كان قبل الشروق اللي كان ينفع يدوب يبان بالعين المجرده، وبعدين لانه قرب من الشمس فتبخر جزء منه فبقى اصغر، وحاليا بيبعد عننا فما يتشافش بالعين المجرده لكنه يتشاف بالتلسكوب او بالتصوير. فممكن اللي عايز يشوفه يبص تحت مجموعه المغرفه اسفل يسار، مجموعه المغرفه اللي احنا شرحناها دلوقتي بنعرف بيها اتجاه الشمال، اسفل يسار مجموعه المغرفه بعد الغروب ناحيه الشمال الغربي كده.
بس مش هتشاف بالعين المجرده، ويحتاج نطلع في مكان مش ملوث ونشوفه بالتلسكوب او بال نصور بالكاميرا. لما بتفتح الشطر لفتره طويله بيبان، بيبدا يجمع ضوء ويبان. احمد جمال بيقول عايزين رحلات للصحراء تاني، طالعين ان شاء الله بعد العيد على طول، يعني هنعلن قريب ان شاء الله خلال يومين بالكتير هنكون بنعلن عن شويه تفاصيل. شكرا لزوجي دكتوره جيلان. احمد جمال بيقول احنا شفنا نيو وايز جنب الشمس وكان ملون، بس مش متاكدين ان هو. لو بالعين المجرده مش هو، يعني صعب قوي بالعين المجرده. لو بالتلسكوبات لو جنب الشمس صعب انه يتصور طبعا، لان ضوء الشمس بقى اعلى، فبنصوره لما يبعد عن الشمس شويه، ولكن بيبان هو حاليا بعد الغروب ناحيه الشمال الغرب. شكرا يا ناصر لذوقك. محمد عبد الرسول بيقول هل اننا نعيش في كون لا متناهي في الكبر ولا متناهي، هل اننا نعيش في كون لا متناهي في الكبر ولا متناهي في الصغر؟ الحقيقه مش فاهم السؤال. يعني انا افهم لا متناهي في الكبر ان هو الكون طبعا احنا بنبص في كل اتجاه، فعلا بنشوفه الى ما لا نهايه في اجرام وفي كده. لا متناهي في الصغر، هل المقصود ان زي ما في اجسام كبيره جدا في اجسام صغيره جدا جدا، وبالتالي ممكن بالمعنى ده يعني في ذرات، وفي في داخل الذرات في انويه من البروتونز والكترونز بتدور حواليها، وحتى البروتونز والالكترونز بتتكون من جسيمات اصغر اللي هي كواركس و فاذا هذا المعنى المقصود يا محمد عبد الرسول هو صحيح، ده حقيقي ان حجم الكامل للكون لا نهائي بالنسبة لنا في الكبر، ومكونات الكون فيها جزيئات لا متناهية بالنسبة لنا في الصغر، في حاجات حتى ما شفناهوش. دكتورة الجنان بتقول is been as a first to see at night every night. لا الحقيقه فينوس اليومين دول بيبان بعد قبل الشروق، يعني بيبان اخر الليل مش اول الليل. الالمح حاجه بنشوفها في بدايه الليل ده كوكب جوبيتر، وهتلاقوا لونه واخد بيج شويه، اوف وايت كده، مش وايت، مش ابيض شطف، لا اللي هو بنسميه عاجي او سن فيل كده او اوف وايت. ده جوبيتر بيبان جنوب غرب بعد الغروب مباشرة، جنوب الشرق عفوا بعد الغروب مباشرة، ويتحرك جهة الغرب على مدى الليل. إنما الزهرة ألمع كمان من جوبيتر وبيبان ناحية الجنوب الشرقي أو الشرق بالظبط، يعني مش الجنوب الشرقي، ناحية الشرق قبل الشروق، قبل شروق الشمس يعني آخر الليل على الفجر كده، ولونه أبيض شطف، أبيض زي الحليب، ولمعانه عالي جدا جدا، ألمع من يعني اي حاجه تاني في السماء، هو المع جرم سماوي على الاطلاق، مفيش المع منه غير الشمس والقمر. ماجد فتيان بيقول هل نجم الشمال كل يوم في نفس المكان بالظبط ولا تغيره الطفيف؟ هو الحقيقه بيحصل له تغير بس على مدى الاف السنين، فمن يوم ليوم مش هنلاحظ اي تغير فيه ولا حتى بالالات الدقيقه، يعني عشان نشوف تغير فيه ده محتاج وقت زمني طويل، وبالتالي هو في مكانه بالظبط. انما اقدر اقول لك ان هيبقى في تغير طفيف مثلا بعد 500 سنه ولا حاجه، نقول ان في تغير طفيف. خليني ابص على كومنتس الباقيه ايمن مرجان بيسال سؤال جميل، بيقول المذنب فقد كتير من الجليد، هل ممكن يتلاشى نهائي جدا من الجليد؟ وده حصل لمذنبات كتير، بس ده خلاص ده نجا لانه بدا يبتعد عن الشمس ولسه محتفظ بجليد، فمادام بدا يبتعد هتبدا حرارته تقل ويبدا اللي تطير منه خلاص يعوض عليه ربنا، والباقي هيتجمع يتكتل ويبقى كوره لما يبعد خالص بقى ويوصل لدرجه حراره كافيه، ويفضل كوره لما يلف ويرجع هناك، ولما يرجع تاني يقرب من الشمس يبدا يتطاير وراه وكده. فنيو وايز خلاص، انما كان في كوميت قبل كده راح لف حول الشمس ما طلعش من الناحيه الثانيه، ذاب بالكامل. لو حد كان متابع معانا السنه اللي فاتت او من اقل من سنه،
وده بيحصل كتير. يعني احنا بنتابع المذنب وهو رايح ناحيه الشمس وبعدين بيختفي عندنا فتره اللي بيلف حول الشمس وبعدين يظهر من الناحيه الثانيه. زين يوز كان ناحيه الشرق قبل الشروق واختفى ورا الشمس وبدا يظهر من ناحيه الغرب بعد الغروب، فبدام ظهر تاني بيبقى اقل لمعانا لان جزء منه بيتطاير، ولكن هو هنا محتفظ بكتله كبيره. فنيوز مش هيحصل فيه حاجه كده، اطمن يا ايمن يا مرجان ما تقلقش عليه. ممكن حاجه من الشهب تنزل على الارض؟ محمود جمال بيسال. احنا قلنا ده في الوسط، ان لو كتله كبيره ما بتتحرقش بالكامل فبيتبقى منها جزء يوصل للارض، وده اللي بنسميه نيزك. ايمن مرجان بيقول لو سمحت سؤال محيرني، افرض انا وصلت النجوم دي بشكل تاني، لماذا الشكل ده بالاخص؟ بالظبط، ما احنا ده اللي قلناه في الاول، ان الحضارات المختلفه عملت اشكال مختلفه. يعني زي ما بقول لكم الدب الاكبر ده العرب كانوا مسمينه بنات نعش، وتخيلوه على شكل التلات نجوم اليد دول، بنات ماشيين ورا الجموته او الجنازه بتاع، شوفوا الكابه عندنا من زمان. والاربعه اللي قدام ده النعش اللي شايفه. فكل حضاره تشيعت تخيلوا اشكال مختلفه، هو في الاخر كان نوع من انه يحفظ شكل للسماء يقدر يتابعها بيه وخلاص. واحنا حاليا ما بقيناش محتاجين ده، فخلاص يعني احتفظنا بالاشكال القديمه. الاتحاد الدولي للفلك فرض علينا الاشكال الاغريقيه، يمكن ان هي الحضاره الاوروبيه الاوضح او اقرب لينا زمنيا وكده يعني. فما فيش مشكله ان احنا نتخيل اشكال، بس ده ما بقاش ليه داعي دلوقتي. احد الالعاب اللي بنلعبها احيانا في الصحراء ان احنا نتخيل اشكال جديده، مش بس احد الالعاب، احنا في حاجات عشان نسهل ان احنا نتعرف عليها بنشبهها باشكال من حضارتنا الحديثه. يعني مثلا المغرفه دي، احنا شايفين المغرفه قدامنا اهي، المغرفه ده شكل احنا عارفينه، في كمان شكل تاني بيشكلوها بالطياره الورق دي كده، المربع ده طياره ورق وده الديل بتاعها، وبيقولوا عليها كده كايت او طياره ورق. ففي بعض المجموعات الكتيرة اللي بنشبهها بأشكال من حضارتنا الحديثة عشان نسهل تشبيهها وكده، منها مثلا المنجل اللي موجود في مجموعة الأسد، ومنها الإبريق الشاي اللي هو جزء من القوس وكده. يعني في سؤال دانيال بيسأل سؤال، يعني ايه الحركة الترنحية؟ هشرحها كده سريعا وان شاء الله هنبقى نقولها، بس يبقى مرة تاني معانا في البرزنتيشن عشان بالرسم هتبان اكتر. الارض وهي بتلف حوالين محورها بتعمل حركة كده زي النحلة بتاع زمان، عارفين النحلة اللي كنا بنلعب بيها فنلفها كده في نلفها على الارض فنلاقيها بتتهز وهي بتتحرك عمالة تروح يمين شمال، خصوصا لما حركتها بتبدأ، هي دي الحركة التنمحية. فبرضو الارض وهي بتلف حول محورها بيحصل حركة اهتزازية فيها كده، وده بيخلي انها تبتعد عن نجم الشمال وترجع له كل 26500 سنة، بس ده بيتم على زمن طويل جدا، عشان كده هو ثابت بالنسبة لأعمارنا تقريبا. ده كده باختصار يا دانيال، وهبقى اشرحها بالرسم ان شاء الله في مرة تانية. اياد شريف بيقول هو النص التاني مش موجود ليه؟ انا مش عارف هو النص التاني ده من ايه، لو قصده من الكرة الارضية اللي كنا هو موجود بس مظلم، انا بس عشان ابين انه معتم عشان ضوء الشمس مش جاي عليه، فارجو لو هو قصده حاجة مختلفة اتمنى يكتبها تاني لو لسه موجود اياد شريف، لان انا ما شفتش الكومنت الا دلوقتي يعني. طبعا في اشكال الناس تخيلتها وكتبتها، انا كنت بعد بدات في الشرح ما قلتهاش، فبشكرهم على مشاركتهم. رنا محمد بتقول طب ليه كوكبين المشتري والمريخ مش بيختفوا زي النجوم؟ لا الحقيقه هم بيختفوا زي النجوم، يعني من شهرين ثلاثه ما كناش شايفين الزهره مش كده؟ كان من ست شهور باين بعد الغرب ناحيه الغروب، واختفى عننا ثلاث شهور وبدا يظهر ناحيه الشرق. برضو الجوبيتر هيختفي عننا في الفترة من يناير لمارس تقريبا، وزحل برضو هيختفي في فترة قريبة منه لان هما ورا بعض على طول، وبعدين المريخ هيختفي، بس كل واحد حسب سرعته بقى. هما مش بيختفوا بنفس المعدل بتاع النجوم، لان هما ليهم حركة تانية اقرب لينا وهي حركة دوران حول الشمس، فبتخليهم ياخدوا اماكن مختلفة بالنسبة للنجوم، فعشان كده بيختفوا فترات مختلفة. يعني المريخ يختفي فترات غير المشتري، غير زحل، غير الزهرة، وهكذا حسب دورانهم حوالين الشمس.
محمد شربيني كان كاتب انا شايف فرخه للاسف، للاسف ليه؟ ده فراخ حلو يعني، انا بحب اكل فراخ. اشكر كل اللي بيشكر او بيقول كلمات لطيفه. خليني اشوف لو في تاني كومنتات هنا، انا بس عشان بتنقل على الكومنتات بين الصفحتين، صفحه الجمعيه المصريه لعلوم الفلك والصفحه بتاعتي سام جودا سبيس سكاوت. كنت وصلت لاخر سؤال هنا، ايه ميرا محب بتسأل سؤال جميل جدا، طيب احنا ازاي نفرق بين النجوم والكواكب في الليل؟ ده سؤال جميل جدا جدا. في ثلاث طرق رئيسية بتفرق، بس دي محتاجة تدريب شوية، ومنهم طرق محتاجة وقت شوية. أول حاجة إن الـ أو أول ثلاث علامات، يعني في ثلاث علامات للكوكب. أول حاجة إن الكواكب دايماً موجودة ناحية برج من الأبراج الـ 12، نتيجة إن المجموعة الشمسية موجودة في مستوى واحد، فإحنا بنشوف كل مكونات المجموعة الشمسية، الشمس والقمر والكواكب، في تقريباً مستوى واحد اللي هو بيمر بالأبراج الـ 12. الأبراج الـ 12 دول هم 12 مجموعة من المجموعات كلها، ليهم خصوصية إن هم في نفس مستوى دوران أرجح الشمس، عشان كده القمر بيعدي عليهم خلال دورته الشهرية، والشمس بتعدي عليهم خلال دورة الأرض حواليها السنوية، والكواكب دايماً موجودة. يبقى أنا مش هشوف ولا كوكب إلا ناحية مجموعة من الـ 12، يا الحمل يا الثور يا الجوزاء يا السرطان يا الأسد، وإحنا ماشيين كده لحد الحوت. تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، ودي الطريقة اللي بتاخد وقت شوية واللي أجدادنا عرفوا بيها قبل التلسكوبات وقبل كل حاجة، إن الكواكب دي بتتحرك حركة مختلفة عن النجوم. النجوم ثابتة تماما، بتتحرك الحركة الوحيدة اللي هي من الشرق للغرب على مدى الليل ومن الشرق للغرب على مدى السنة. تمام؟ تتقدم يعني على مدى السنة نتيجة الحركتين اللي قلناهم. النجوم الكواكب بقى ليها حركة تالتة، ان هم بيتحركوا من خلف يعني على النجوم اللي وراهم. يعني الاقي مثلا جوبيتر السنة دي موجود في برج القوس، السنة الجاية شوفوا بقى السنة الجاية، يعني الحركة دي ما تبانش على مدى شهور، مش على يوم ولا اتنين، لا على مدى شهور تبدأ تبان. السنة الجاية الاقيه في برج الجدي اللي هو بعد القوس، السنة اللي بعديها تبقى في برج الدلو، وهكذا. زحل لانه ابعد فبيدور ابطأ، فلاقيه مثلا يقعد سنتين ونص في كل برج، لانه المشتري بيدور دوره حوالين الشمس في السنه، فبيعدي على 12 برج في 12 سنه، دوره حوالين الشمس في 12 سنه عفوا، فيعدي على كل برج كل سنه، يعدي على برج. زحل بيدور دوره لانه بعيد كل 30 سنه او بالظبط 29 سنه ونص، فيعدي على كل برج يقعد فيه سنتين ونص، وهكذا. المريخ اقرب فبيدور اسرع، فبيعدي على كل برج في حوالي شهرين، تخيلوا هو بيدور كل سنتين يكون عمل توازي مع الارض، سنتين وشهرين، فهم 12 برج، فتقريبا يقعد في كل برج شهرين ولا حاجه، وهكذا. فاحنا بنعرفهم من فرق حركه. طبعا اجدادنا كانوا حافظين شكل المجموعات النجميه في السماء، فلما يلاقي في نقطه زايده على المجموعه يبقى دي كوكب، وما كانوش يعرفوا كوكب سموهم السيارات، يعني الحاجات اللي بتمشي او بتتحرك او بتغير منهم. في فرق ثالث نقدر نلاحظه لحظيا بالعين، وهو التوينكلينج. اي نجم لو بصيت له ودققت فيه هلاقيه بيرتعش كده، ضوءه بيرتعش كانه بيتذبذب او بيعلى ويلطى او بيعمل توينكل. عارفين الاغنيه اللي بنغنيها واحنا اطفال، توينكل توينكل ليتل ستار؟ اهو التوينكلينج ده اللي هو التذبذب في ضوء النجم. الكواكب ضوءها بيبقى ثابت مش متذبذب، نتيجة هو التذبذب ده نتيجة انكسارات الضوء في الغلاف الجوي. النجوم لان هي بعيدة قوي وضوءها ضعيف قوي فالانكسار بيبان عليه فنشوف التذبذب. الكواكب لانها قريبة فبتعكس ضوء الشمس بقوة فما بيبانش التذبذب، الا لما يكون قريب قوي من الهورايزون، قريب من الافق. لذلك الطريقة دي ما تنفعش في العشر درجات القريبين من الافق، يعني تنفع لما يكون الحاجة فوق في السماء، انما في القرب الافق ما تنفعش. وبرضو ابقى اطلعوا معانا شوفوا الحاجات دي على الطبيعة وهنعلمكم ازاي نفرق بينها. دكتورة جيلان بتسأل سؤال تاني، بتقول الجليد اللي حوالين المذنب مياه مثلجة، ويا ترى منين هو في مياه في الفضاء وجاي منين؟
الحقيقة هو مش كلها مياه، يعني في مياه وفي مركبات عضوية أو يعني عناصر أخرى موجودة مثلا في الحالة زي النيسان والإيسان وكده، بس نتيجة البرودة الشديدة بتبقى موجودة في حاجة في شكل تلج يعني. احنا اصلا النيتروجين حتى نقدر لو نزلنا الحراره قوي ل 120 تحت الصفر مثلا بيبقى سائل، وال 170 تحت الصفر تقريبا مش فاكر الارقام بالظبط بس حاجه زي كده بيبقى متجمد، يعني بيبقى صلب اللي هو متجمد. ولكن احنا اصلا الميه اللي جات لنا على الارض جات من المذنبات، يعني الراي الراجح عند العلماء ان المياه اللي وصلتنا الارض كلها، الارض لما بدات كانت غاز هيدروجين وبدا يجي لها العناصر التانية من الفضاء، الحديد والرمل السيليكا وكده ده جه من نجوم انفجرت بعيد عننا من زمان، المياه جات لنا من المذنبات اللي هي تيجي تبقى تلج فيه مياه وفيه عناصر اخرى، فالمياه لما تخبط في الارض يعني يعني تبقى على الارض او تتبخر في الغلاف الجوي وتفضل في الغلاف الجوي وكده. الكيميائية بقى العناصر كلها نشأت يعني من حاجات مختلفة، شغل كيمياء شوية بقى، يعني ازاي الهيدروجين اتحد مع الاكسجين عشان يعمل مياه، ده سؤال كيميائي شوية بصراحة انا مش هقدر او مش يعني مش حاضر في ذهني دلوقتي، ممكن نسأل حد كيميائي فيه ونرجع نقوله. احمد جمال بيقول هو ايه الطاقه المظلمه، احنا جاوبنا السؤال ده قبل كده في حلقه سابقه، اتمنى ابقى ارجعه دايما. هو مفيش حاجه اسمها الطاقه المظلمه، في الماده المظلمه وفي الطاقه السالبه النيجاتيف انرجي والدارك ماتر. الماده المظلمه احنا لقينا في جاذبيه ناتجه عن حاجه مش لاقيين لها كتله، واحنا نعرف ان الجاذبيه تنتج عن الكتله بس، فعشان كده قلنا اذا في كتله مش شايفينها فسميناها الدارك ماتر او الماده المظلمه. النيجاتيف انرجي احنا معادلات الطاقه او الانرجي فيها تربيع، فالتربيع ينفع تبقى الاشاره موجبه او سالبه، هي حاجه ما شفناهاش على الطبيعه، ولكن بما ان المعادله بتديني احتمال ان السالب لما يتربع بيديني نفس النتيجه، اذا ممكن يبقى في طاقه سالبه، وده ممكن يكون في الكون المعكوس بالنسبه لنا لو في فعلا كون تاني زي ما احنا فرضين بس لسه ما شفناش ده. ماجد فتيان بيقول انا شفت فيديو بيقول ان الشمس بتجري بسرعه للامام والكواكب بتجري حولها بسرعه وبتلف حولها، ده صح ولا لا؟ هو الحقيقه الشمس فعلا بتمشي في مسار حوالين الشمس، حوالين مركز المجره عفوا، والكواكب بتلف حواليها ومتاثره بالجاذبيه فمسحوبه وراها، زي مثلا ما القمر بيلف حول الشمس والكواكب والارض سحباه وبتلف بيه، الارض بتلف حول الشمس والقمر بيلف حول الارض، فهو واخداه معاها في دوران حول الشمس بس هو بيلف حواليها، فالكواكب برضه بتلف حول الشمس والشمس واخداها وبتلف بيها حوالين مركز المجره. لكن من الرصد لان انا شفت فيديو بيقول ان هم مستوى دوران الكواكب حول الشمس عمودي على مستوى دوران الشمس حول مركز المجره، زي ما يكون بريمه كده، لا الحقيقه دي خطا من الرصد، المستوى ده بيميل على مستوى دوران الشمس حول المجره بحوالي 60 درجه، او بيميل على العمودي بحوالي 30 درجه ايا كان احنا بننسب لايه، وبالتالي مش الفيديو ده مش صحيح تماما، ولكن في درجه من الصحه فيما يتعلق ان هم فعلا الشمس ماشيه وسحبه وراها كل عيلتها وبتدور حوالين يعني مركز المجرة وسحبة وراها كل العيلة بتاعتها. في سؤال ايه تاني؟ في لمياء نجيب بتسأل سؤال هل كوكبة الجبار بتظهر في فصل الشتاء فقط؟ لا، هي احسن وقت لرصدها فصل الشتاء لانها موجودة في فصل الشتاء طول الليل وتختفي في الصيف، انما في الربيع والخريف تبقى موجوده بس مش طول الليل، نص الليل بس. يعني ايه؟ نتيجه ان الحركه حوالين الشمس بتحصل كده من شهر لشهر، فاي مجموعه نجميه او كده في المتوسط تختفي عننا شهرين وشويه، حوالي 70 يوم في المتوسط، يزيد او يقل حسب البعد والقرب عن خط الاستواء. ففي مجموعات نشوفها 70 يوم تختفي خالص، وبقيه السنه
وقت نشوفها اول الليل، ووقت نشوفها طول الليل، ووقت نشوفها اخر الليل. فالجبار نشوفها في الشتاء طول الليل، هو ده الميزه. انما احنا داخلين على الخريف هنشوفها اخر الليل، يعني قبل الفجر هنبدا نشوف الجبار. محمود جمال بيسال، هو ممكن حاجه من الشهب؟ انا متهيألي جاوبت انها بتنزل على الارض وبنسميها نيزك. هل في اسئله تاني؟ خلوني كده ابص هنا وهنا ابديت الكومنتس. طبعا شكرا لكل اللي بيشكر او بيقول كلمه لطيفه، اشكركم كلكم. اتمنى يكون فعلا موضوع لطيف ومفيد. يا دي ساعه بقت 10 وربع، لا ده احنا كده قربنا نخلص عشان ما نطولش عليكم. و يعني اتمنى، انا كده مش شايف اسئله تاني في الموجود. هبص بصه اخيره كده عند البيج التانيه واشوف هل في اي اسئله جديده ولا حاجه. تقريبا كده مفيش اسئله، وبالتالي يعني اشكركم على حضوركم وحسن استماعكم. هراجع برضو بعد كده لو حد حب يكتب اي اسئله يكتبها، سواء هجاوبها كتابه او نجاوبها في وقت تاني او في وقت لاحق يعني ان شاء الله. اشكركم وان شاء الله نتقابل الاسبوع بعد القادم او السبت بعد القادم في الامسيه الفلكيه 8 اونلاين. اكتبوا لنا برضو الموضوعات اللي تحبوها، ويعني لو لحقت احضر موضوع الارض المسطحه هنتكلم فيه، لو ما لحقتش ان شاء الله هنكلمكم في موضوع تاني من الموضوعات اللي طلبتوها. والى اللقاء في حلقتنا الجايه. اشكركم ومع السلامه.